مشاهدينا صباح الخير. كل مرة بآخر شهر كانون الثاني العالم بلش تفكر شو بدها تعمل على فالنتاين يلي هو بعد أسبوعين. شو أقولكم نبلش نحضر من هلأ مفاجأة للشخص اللي منحبه ونروح سفرة على مكان رومانسي بامتياز، مكان كتير حلو، ورح نتعرف عليه اليوم مع ضيفتي جوال رعيشي. جوال كيفي؟ سما خبرينا لوين ميلتي ولوين عم تعطينا أفكار نميل على فالنتاين؟ ميلت هالمرة على الفالنتاين هالسنة على براغ، لأنه هي منطقة معروفة كتير قديش فيها روح الرومانتك، وبنصح كل كوبلز يزوروا هالمنطقة. انت رحت هذيك السنة يميلوا، صح؟ هذيك السنة إذا ميلت على براغ على فالنتاين، وهالسنة احنا رح نعطي أفكار للمشاهدين شو بدهم يعملوا، لأنه بعد فيهم يحضروا هالفكرة الحلوة كتير. لكن مشاهدينا حلقتنا اليوم بالاشتراك مع ميد مايلز، وإذا عبالكم تميلوا على براغ أو غيرها من المدن الرائعة بالعالم، ما لكم إلا تستفيدوا من بطاقات ميد مايلز بنك ميد، لكن اللي بتخولكم بهيدي الفترة مع حملة ميد مايلز لحديث 10 شباط إنه تستفيدوا مايلز واحد بيساوي 10 مايلز، وتقدروا تسافروا لوين ما بدكم بالعالم. بدكم تفاصيل أكثر ما لكم إلا تتصلوا على 01-70-70 أو تشوفوا الموقع الإلكتروني لميدمايلز.com. لكن جوال، أنت كنت عم تقولي لنا إنه رحت على براغ هديك السنة بذات الفترة، والحلو معك إنه بتسافري لوين ما كان، صح؟ وحضرتك كتير بتحبي فواياج لأنه كمان برنامج عن السفر، صح؟ خبرينا أكثر، ليه هلقد بتحب السفر وليه طلع عبالك تروحي على براغ بالتحديد؟ بحب السفر أول شيء لأنه ضمن شغلي كفوتوغرافر بحب روح أكتشف العالم الثاني، والسفر بحد ذاته بيطلعك من الروتين اليومي اللي نحن عايشينه. أكيد. وعطول بحب روح أكتشف كتير بلدان وصور وشوف شو فيها جديد، لأن بتعرفي كل بلد عنده حضارته وعنده بيختلف عن غيره. فحبيت براكون فالنتاين هيديك السنة لأنه هي بحد ذاتها كيف ما بتبرمي الألوان شو ما بتصوري كتير حلو. يعني أنا يلي كتير حبيته، بما أنه عم نحكي عن الحب، انغرمت بصورك جوال. رح نشوف مشاهدينا خلال الحلقة الصور اللي كتير حلوة التقطتها جوال، بما أنه هي مصورة محترفة. وأول شيء رح نبلش نشوف إذا حدا حب يروح على براغ من بيروت، شو الروتينج الواحد فيه ياخده؟ في مثلا يروح أو عبر تركيا أو عبر أوروبا. جوال راحت مثلا عبر فرانكفورت، وهو مشوار منه طويل لأنه أكيد براغ بوسط أوروبا، مشوار بركة 4 ساعات بعد أنا ساعتين، ما إنه مشوار هالقد طويل أبداً. بس واحد بغير جو تماماً، تحرز الروحة. تحرز أنت رحت مرتين لازم مرتين. نقول طب أي فصل رحت؟ أنت رحت مرة بالشتاء، رحت بالشتاء على الفالنتاين، ورحت مرة بأول الصيف، والاثنين بيقولوا هن الفترتين اللي اكثر شيء واحد حلو يكتشف فيها براغ. بس احلى بالشتاء، ها؟ بالشتاء كثير احلى، مع انه اسقع. ما هو الجو بدفي. اكيد. وكنت عم بسالنا جوال شو اخذتي معك، شو ثلاث اشياء مهمه تحطيها معك بالشتاء تتسافري على براغ؟ هي ما هم غير شغله واحده، اكيد تدفى، واهم شيء الكاميرا. كاميرتي اكيد، كاميرتي على طول اول شيء بحطها بشنطه وين ما اكون رايحه. ما هيدي دونك هيدي الشغله الاهم شيء لك. وكمان على مشاهدينا نكتشف شوي أكثر براغ والجمهورية التشيكية وين بتصير بالتحديد بأوروبا. رح نشوف الخريطة، وبتبين علينا أنه الجمهورية التشيكية هي بوسط أوروبا، محاطة ببلدين يعني بين بولندا وألمانيا والنمسا وسلوفاكيا، وما بتعطي على ولا بحر، بس فيها أنهر مهمة مثل ما رح نشوف بعد شوي ببين علينا بالصور. وبراغ بتصير بوسط البلد، مشان هيك بسموا براغ وسط أوروبا، لأنه هي بوسط البلد اللي هو بصير بوسط القارة الأوروبية. وهذا الشيء كتير حلو بينقال عنا لبراغ إنه هي مدينة المدن والمدينة الذهبية، قد ما فيها أشياء حلوة ومتاحف ويعني أشياء فنية السائح بتعجبه. رح نبلش أول شيء بالصور. أنا بتصور أكيد تحمست تشوفوا صورة على جوال، وهودا كل الصور أنت التقطيون، صح؟ خبرينا شو أكثر. توب فيو لبراغ من بريتش عالي، هيدا التاون تبعو لبراغ. على فكرة براغ كيف ما صورتي فيها أشياء كتير حلوة، وأي حدا حتى كان بروفيشنال ولا لا بياخد أجمل صور ببراغ. كلها ألوان، كلها حياة مثل ما عم تشوفي، كلها دفى رغم السقعة اللي فيها، ومبين علينا الالوان الحلوه كثير، كل المباني فيها الوان رائعه، صح. والحلو فيها انه فيها حضاره قديمه كثير، وبذات الوقت مباني كمان جديده بتبين علينا، بركي بعد شوي. هالصوره منين التقطيها جوال؟ هيدي الصوره في تاور كثير عالي، كل السواح بيطلعوا عليه حتى ياخذوا براغ من فوق.
فبتشوفي برا كل الأرميد تبعها أحمر، سو الجو تبعها أصلا بيوحي لفالنتاين لحاله. مثل ما عم نقول كنا انه اليوم حلقتنا خاصه ببراغ الرومانسيه، ومثل ما اول شيء المناظر بتوحي بالرومانسيه بامتياز، هذا اللي عم جرب اقول والالوان. وهون بنتوقف شوي على الصوره اللي فيها الساعه المعروفه كثير، الهورلوج الاسترونومي تبع براغ، صح، ومعروفة كتير وبتصور، يعني بتصير هي بوسط المدينة القديمة من أهم الأماكن، ويعني أكتر فينا نقول في يعني فيها تقاليد، بتحس بهالجو القديم، فيها حضارة كتير كتير قديمة، يعني براغ معروفة بهول القصص أكيد. وعشتنا صورك قدام لحفة جوال بهالسقعة والثلجات. تشارل بريدج رح نحكي عنه كمان بعد شوي، هو من أهم المعالم السياحية بالبلد. والحلو وين ما كان في فنانين على الطرقات، شو أكتر هيك لحظة مثلا هذا الشخص عمره يمكن فوق 80 سنة تحت التلج عم بدق ساكسفون بعقد، سو بتحسي هونيك العالم كله ما حدا بردان ما حدا مسقع، كله بحب ينبسط يعيش بجو الدفا، كله هون اذا نقطت نقطتين بنتخبطين معودين على السقعة، هونيك العالم كله بتروح بتجي تحت التلج عادي. ليكي مثلا هو عم بيعمل بسكلات بسيكلات على التلجات، ولا كثير حلوه الصوره، في حياه في حياه وين ما كان. هلا عم نحكي عن الحياه وعم نحكي عن الحب، رح نشوف شو يعني توب ديستنيشنز او توب ثينجز تو دو ان براغ، اهم قصص واحد في عملها ببراغ بهالاجواء الحلوه اللي هي اجواء فالنتاين. اكيد واحد بس اذا مثل ما رح نشوف هلا بالصور كسدر هونيك والتقط صور هونيك، بيقولوا هيدي خبرينا عنها، بيقولوا في بريدج وتقاليد معينه بتنعمل هون. براغ كثير حلوه للفالنتاين لكل الكوبلز، رح اقول لك ليه، لانه في مطرح اذا مثل ما عم نشوف قفل اثنين كوبلز بحطوهم والمفتاح بكبوه عن البريدج، سو يعني هيدي فور ايفر توجذر فور ايفر اذا بدك. حلو كثير، سو كثير حلو انه واحد يروح يحط الدان تبعوله على القفل، ويمكن يرجع بعد 20 سنة يمكن يكون مع نفس الشخص أو لا، بيرجع بيلاقي القفل تبعه موجود. حلو كتير، وأنا في إلي واحد بعتقد هيدا والله شي محل ما مبين قد ما كتر، وبكب القفل بنهر التافا المعروف كتير هونيك، هو نهر مهم مثل ما عم نقول لأنه منه البلد محاط ولا بحر، صح. يعني هيدا هو المي الأساسي، المنظر المياه الأساسي لإله. حبيت تلتقطي هالصور ليه؟ هيك مبين الأرض البافي، شو حبيت فيهم لهالصور؟ إذا بتطلعي بالصورة بتحكي لحالها، عطول بحب اخذ اشياء ارتستيك، يمكن في ناس بيطلعوا انه هيدا تروتوار، بس بتحسي انه الطريق طويل فيه لجوا، هي الحياه قد ايه بتكمل، اثنين كابلز قد ايه فيهم يروحوا بالحياه للبعيد كتير. يعني وهيدي الصوره كثير حلوه بنتوقف عليها شوي، يعني مكتوب هابي فالنتاين زي كيف ثقبت، ها اخذتيها من قبل، هيدي ريستوران حطيتها عاملين كرمال فالنتاين نايت وصورتها بالصدفه صراحه، ولكن طلعت على قد انه بهيدي الحلقه الخاصه بفالنتاين بالاشتراك مع ميد مايلز، وهون كل الفنانين على تشارلز بريدج، وهيدا الجسر سموه تشارلز بريدج لانه عمروا الملك تشارلز ورممه يعني بلش اول شيء بالقرن الرابع عشر وبعدين رجع ترمم، ودائما بهمهم السكان هالجمهوريه التشيكيه اللي كانت قبل تشيكوسلوفاكيا انه يحافظوا على هالهاله الثقافيه التقليديه للبلد. وهون براغ تحت الثلج كله بيتخطى بالثلج والحياه بتكفي. هلا خبرينا شو حبيتي كمان من الشق السياسي، يعني واحد كمان بده يكزر هونيك، شو في قصص هيك بتلفته سياحيا من الشق السياحي، شو بحب يعمل هونيك اكثر شيء سياح؟ غير انه يروح يشوف كل المعالم ببراغ، البريدج، كل هالقصص. في عندك براغ معروفه انه فيها اكثر منطقه فيها كنايس، فيها جيزو براغ، فيها سان نيكولا، فيها من اهم الكنايس والكثير هيوج، يعني الاكثر معروف. رح نبلش اول شيء نشوف الكاسل، في القصر المعروف كثير اسئله كمان عنه، رح نشوف صوره هلا. هو معروف انه اكبر قصر بالعالم قد منه كبير على مساحه كبيره، وهون قبل ما نوصل يعني بنكون بعدنا عم نكزر بالطرقات بنشوف انه الفن وين ما كان، حتى الالوان وين ما كان، وين ما كان صحيح انه غريب ليكي مثلا هون البواب تبع البوبس وهيك على طول بتلاقي كله الوان، يعني وصحيح هونيك انه ببراغ وين ما بتبرمي تزبط الصوره بالمترو فوق تحت، بتصوري حيط بتصوري باب كله كيف ما بتصوري، عن جد كله الوان، كله في ارت، يعني شيء كثير حلو.
وهون كمان ثياتر واحد كمان هيدا الأصل كنا عم نحكي الأصل. عنه هيوج ومعروف كتير لأنه في عدة أماكن فيه مهمة في كاتدرائيات في كنائس وبيعطي على النهر الفتافا وكمان يعني من الأشياء المهمة أنه هيدا الأصل استخدموه لعدة سنوات العائلة المالكة بتشيكوسلوفاكيا وبيبين علينا الضخامة. الحلو هنيك انه الهندسه المعماريه هي مزيج من الباروك والجوتيك وغيرها ومش هيك بتصور حبيت تصور هالابنيه لانه مختلفه اكيد يعني أكيد. مثل ما قلنا كل بلد عنده حضارته عنده الاثار تبعه براغ عندها شيء هيدا اللي مميز فيها كثير. طب وبعدين قلت لي انه معروفه براغ بكاتدرائياتها وكنائسها الكبيره بمنطقه القصر في كاتدرائيه سان نيكولا كمان الحلوه كثير شو لفتك بهال بيقطع صور كمان لسان نيكولا نعم شو لفتك بهالاماكن يعني بتحسيها فيها ضخامه فيها خشوع رغم كبرها ورغم ضخامتها بتلاقي فيها كثير خشوع بتلاقي فيها قيمه لهالمعالم يعني عن جد اذا بتشوفي جوا يمكن بدك ساعات ما بتخلصي وتقعدي تتاملي كل شغله بشغلتها عن جد شغله كثير حلوه يعني وكيف محافظين عليها هيدا الاهم. وفي كمان تمثال كثير معروف هو تمثال جيزو دو براغ الطفل يسوع وحلو كثير وموجود بالكنيسه اللي بتصير نيكولا. بوسط المدينه بسانت ماري دو لا فيكتوار وبين علينا هلا التمثال اللي صار في منه كمان ريبليكا بالعالم وهذا الشيء كمان مهم انه في هذا الطابع الحلو والواحد هذه هي الصوره كثير حلوه. خبرينا جويل انت هلا يعني شفت براغ بالصيف وبالشتاء بالربيع وبالشتاء بعد بتحب تروحي لهونيك؟ ليك براغ انا بحبها بكل الفصول وعلى طول بحب روح عليها وبعد على بالي روح عليها لانه عن جد كل ما تروحي بتكتشفي اشياء جديده فيها وبتصوري اشياء جديده ما كنت شايفتيها قبل وحلو تستمتعي بكل شغله بتشوفيها هونيك يعني انا بنصح كل اللي بده يروح اكيد ما يروح ولا يومين ولا ثلاث ايام يروح مينيموم جمعه مينيموم جمعه وبنهار وبالليل رح نشوف هلا صور كمان رائعه التقطيعه بالليل مع الادويه وهيدي كثير حلوه هيدي الصوره مع الوان الشجر هون على غياب الشمس ورح تبين شوي شوي علينا كيف الالوان تتغير مع غياب الشمس وببين علينا هذا الشيء مع رفلي على الماء وبتصور هي صور رومانسيه بامتياز كتير. صور بتحكي يعني لحالها وهي مدينه رومانسيه لدرجه كنت عم شوف جوال انه في عندهم نهار ثاني هو نهار الحب باول صح. ايار صح. وهونيك في تقليد بيقول انه شخصين اذا بحبوا بعضهم بيبوسوا بعضهم قدام تمثال شاعر الشاعر المعروف كثير للتشيكي اللي اسمه كاريل ماتشا وكمان مثل قصه القفل والمفتاح اللي بكبوه بالمي بيكون حبهم ابدي ابدي وان شاء الله كمان تكون هالحلقه عطتكم افكار مشاهدينا وين فيكم تمضوا فالنتاين وتستفيدوا من هالمناظر الرائعة بامتياز. أو في حكيتك عن المأكولات سألتك شو حبيت أكتر شي مأكولات هلا منا معروفة براغ بركة بالأكل كتير صح. طيب رح نشوف كم صورة عن المأكولات المهمة أكتر شي بيكلوا لحم خنزير بركة نحن ما معودين على الطعمة وغيرها من المأكولات مثل السجق وشوربة هون عم تاكلي مثل الشيبس على الطريق وإذا لكن إذا واحد وين ما كان بمشي على الطريق بيشوف هود مثل فرانكفورتر وهون كمان هون رح نخلص حلقتنا مع التصوير مع جوال واكيد مشاهدينا فيكم تستفيدوا وتسرعوا سفراتكم اذا بدكم وتستفيدوا من عرض ميد مايلز يلي هو بيخلص ب 10 شباط يعني بعد جمعتين بتسوقوا من الاماكن يلي هي معتمده مع ميد مايلز وبتستفيدوا من هالاوفر مايلز واحد بيساوي 10 بتجمعوا عدد اكبر وبتسافروا لوين ما بدكم بالعالم براغ او غيرها من المدن الحلوه جوال بس كثير هالمايك يلا انت هلا لوين سفرتك قلت لي مسافره جماعه الجاي على تايلاند على تايلاند يلا بركي بنرجع بنستضيفك جوال ميرسي كثير على الصور الحلوه ومو فياج على سفرتك ثانك يو لك ميرسي انسى بشوفكم الاسبوع الجاي مشاهدينا